ضمن جهود رؤية السعودية 2030 التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي تهدف إلى تنويع مصادر دخل المملكة ورفع حصة الاستثمارات الأجنبية لدى صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يقارب 50% من الصندوق بنهاية 2020 من 5% حاليا باستثناء أرامكو. ضمن هذه الجهود ضخ صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي للمملكة الذي يترأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان، 3.5 مليار دولار في شركة أوبر، وهي منصة تربط بشكل سريع وسهل بين الركاب والسائقين من خلال تطبيق إلكتروني. ويبرز هذا الاستثمار لكونه أحد أكبر الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة حتى تاريخه، والأول منذ الإعلان عن رؤية 2030. وبموجب هذه الصفقة سيشارك الصندوق بأحد المقاعد في مجلس إدارة أوبر. الجدير بالذكر أن أوبر تقدم خدمتها حاليا في 9 دول و15 مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وداخل السعودية تقدم خدماتها في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية. ويأتي هذا الاستثمار في سياق ما تعمل عليه أوبر حاليا من اجتذاب لرؤوس أموال بقيمة 5 مليارات دولار، حيث تقدر قيمة الشركة ب 68 مليار دولار. يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة تأسس عام 1971، وهو يمتلك حصصا في 19 شركة مدرجة في السوق السعودية، تمثل حصصه أكثر من 40% من القيمة السوقية لسوق الأسهم. كما يمتلك الصندوق 100% من شركة تداول والشركة السعودية للخطوط الحديدية وشركة سنابل للاستثمار. مايا جريديني، العربية.